سوبارو لبنان معنا اليوم بأوتو فوكس عم ضوي على طراز كتير حلو من المصنع الياباني هو الأوتباك. معنا اليوم بأوتو فوكس أمل مروف فتال تنضوي أكتر على الطراز الحلو. هاي أمل. هاي جورج سنالي. كيفك؟ مرسي. اليوم معنا عن جد الأوتباك اللي هي تعتبر سيارة عائلية واسعة جدا وأهم شيء قوية وجاهزة لكل التحديات. صح، الكروس أوفر والأس يو في العريق يلي بشكله الكلاسي من الخارج والوسع، سيارة جدا واسعة بتتماشى مع حياتنا اليومية، يعني مجرد نودي أولادنا على المدرسة، نطلع فيها بيكنيك، ننزل على البحر، كل شيء بتكمل حياتنا اليومية سوبارو أوتباك. أكيد مع أنظمة السيمتريك الأول ويل درايف المعروفة في سوبارو وأيضا البوكسر إنجن وغيرها اللي كتير مهمين وبيساعدوا السيارة تكون فيها بالانس على المنعطفات وجاهزة تكون تواجه كل الطرقات وأصعب التحديات. نحن منقول عنهم أنه هن موجودين بدي أن أي السوبارو. صح. يعني هن اللي بيعطوا الثقة وهن اللي بيخلوك تحس ببلاجر أكتر بالسواقة 100%. عم تشوف كمان اللوك الحلو كتير للأوتباك الجديدة أمل. وصلنا للناحية الخلفية، اللوك كلاسيكي حلو كتير مع مصابيح عريضة وروف ريز على السقف. صح، يعني بخلي شوية طابع رياضي للسيارة، نتفة صغيرة عم بخليها هيك تعطي هالشعور الحلو، يعني لما تشوفها يعني جذابة نوعا ما. نعم، وبتحسيها كمان جاهزة للتحديات عبر الشكل الأجريسيف، خاصة من ناحية عم شوف سايد فيو كمان الكرام الدواليب. صح، حتى عم تشوف اشارات بالمراية روف ريلز كنا حكينا عنهم والكروم على داير النوافذ، وايضا الناحية الامامية اللي حكينا عنها اجريسيف مع شعار سوبارو الضوء الشارب والشعار سوبارو. نعم. الفوج لايتس يلي هيك كمان مبينين بوضوح من على الناحية الامامية، هالكالندر الكروم كمان العريض الحلو كتير. من بعد ما استعرضنا الشكل الحلو للاوتباك الجديدة من سوبارو بننتقل طبعا للداخل، شوف ابرز اوبشنز موجودين بهالسيارة. تعالنا لداخل الأوتباك، عم بلش مع السكرين الحلوة اللي بتحسيها داخلة بالتابلو للسيارة. مزبوط، أول شيء عم نشوف السكرين الـ 8-inch LCD سكرين يلي فيها كل متطلبات السائق، منها فينا نعمل الميرورينج بيننا وبين تليفوننا لنتفادى أكيد الوقوع بالحوادث، يعني نتحكم بالتليفون عبر شاشة الأوتباك. كمان عم نشوف قديه السيارة واسعة من جوا، هيدروم لجروم ممتازين خاصة من المقصورة الأمامية. كنا كمان شفنا الالكترونيك باركينج بريك خلف الفيتاس والاكس مود كمان نحكي عنه. الاكس مود يلي هو من انظمه السيفتي بالسوبارو اوتباك، من خلالها اذا كنا طالعين طلعه قاسيه ولا نازله قاسيه على الطرق جليديه على طرق الوحل او كل انواع الطرقات الوعره، الاكس مود هو بخلينا نتحكم اوتوماتيكيا بنظام الفرمله. ممتاز. كمان اذا نحكي من ناحيه الفولان في عنا تحكم شامل مثل ما حكينا بالسكرين اللي عم نرجع نشوفها. ما رح ننسى كمان البادل شيفترز يلي من خلالها اكيد في نصير نسوق بطريقه سلسه ومتعه بالقياده بطريقه كمان. بدي الفت نظرك على شغله جورج، انه السوبارو اوتباك فيها الكاميرا يلي بتاخذ الناحيه الاماميه والجنب واكيد الخلف، يعني اول اوفر كل جوانب السياره في عنا كاميرا، وكمان عندنا فتحه بالسقف كنا عم نشوفها. لكن لاحظوا كمان الستيتشنج بالجلد والسياره قد ايه واسعه من جوا، فعلا الكروس اوفر الحلو الاوتباك من سوبر. رح نتابع حديثنا مع عمل ننتقل نحكي بيرفورمانس. من ناحيه البيرفورمانس طبعا الاوتباك مشهود لها بقوتها، مثل ما حكينا دائما ما عندها مشكل باي طريق، وخاصه مع الاكس مود مع البوكس انجن وكمان سيمتريك اول ويل درايف سيستم اللي بتنفرد فيه سوبارو. بنحكي شويه معلومات عن المحرك. مزبوط، قبل ما نحكي عن المحرك رح اقول لك انه سوبارو اوتباك كمان اضيف لها فيتشر بالسيفتي اللي هي الاي سايت. الاي سايت هي اذا بدك مثل كانه كوبيلوت، تو كاميراز بيتوسطوا الازاز الامامي بخلونا نتفادى الوقوع بالحوادث. وعندها اكيد عده نقاط مثل الادابتيف كروز كنترول وغيرهم، يعني بكل مواصفات السوبارو اوتباك حاميه الشخص يلي سايق والاشخاص الموجودين بقلب. نعم. السياره. ناحيه المحرك اليوم عندنا محركين او محرك واحد للسيارة؟ محركان للسوبارو اوتباك 2.5 لتر و 3.6 لتر بوكسر انجن وسيمتريكال اول ويل درايف. بيرفكت، لكن سيارة كتير قوية خاصة إذا عم ناخذ الـ 3.6، ناخذ قوة كتير مهمة، طبعا كل شخص حسب متطلباته وين قاعد وشو بوز السيارة بياخذ المحرك. رح نوصل هلا مع أمل تا نحكي عن السامر ديل اللي رجع مع سوبارو تنشوف أكثر معلومات عن الموضوع، أكيد ناخذ فكرة أوضح عن سعر السيارة. من
من بعد جولة سيل شاملة على سوبارو أوتباك من شكل خارجي من الداخل الأوبشنز المهمة خاصة أنظمة السلامة اللي حكينا عنها والبرفورمانس بدنا نعرف هلا سعر السيارة بس قبل في السامر ديل جانا على السامر ديل وفي شيء كتير مهم اليوم أوفر مهم جدا مسروع على الشركة نحصل عليه أنا بنصح المستمعين أو المشاهدين يزوروا صاليات العرض الموجودة على كافة الأراضي اللبنانية حتى يعرفوا أكثر عن السامر ديل هالعروضات وهال إذا بدك يعني كل شيء بيقدروا يأمنوه السيلزمانية الموجودين عنا بكافة يعني بمجرد ما نوصل للشركة ونقرر نشتري سوبارو في عنا سبيشل أوفر رح يكون موجود صحيح. على السيارة بيكون فيس تو فيس بالشركة مزبوط طيب ستارتينج برايس للأوتباك ستارتينج برايس للسوبارو أوتباك هو ابتداء من 35,900 قبل التفاقة والتجيل وين بنلاقي اليوم السيارة؟ في عنا موجودين بصالات العرض بصيدا ببعقلين الشوف عنا بكوس بالكورة بطرابلس ببيروت عالصيفي أوتوستراد الزلقة ونهر الموت شكراً لوجودك معنا أمل نلاقيك بحلقات مقبلة بكرة تابعونا مع سيارة جديدة مشاهدينا إلى اللقاء